السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي للجميع، يا رب تكونوا بألف خير دايما يا رب. أكلة شهادة من أول لازم أن تكون عارفها دايما معايا. أول ما تيجي تفتح برنامج الوورد أو أي برنامج من أي برنامج يخطر في بالك، سواء كان الأوفيس اللي أنت تفتحه دلوقتي أو أي برنامج، على طول هتيجي على كلمة ستارت. ده لو هو مش موجود عندك فين؟ في سطح المكتب. هتيجي تدور معايا على طول على مايكروسوفت أوفيس وأكلة شيء برضه، وانت في قلب الامتحان وانت في قلب السكشن وانت قاعد بتمتحن، فرق بين حاجتين اتنين. في بعض الاجهزه ممكن تلاقي موجود عليها وورد 2007 و2003 و2010 وتفر اي نوع اللي هيبقى موجود ساعتها، الفيرجن بتاعه اللي موجود. اعرف ان انت بتشتغل على 2007، هتختار على طول معايا وورد 2007. طيب اخترنا وورد 2007، هيجي يفتح معاك بنفس الشكل اللي انت شايفه ده، لكن طبعا الكلام ده مش موجود. شرحنا المره اللي فاتت مع بعض تاب الهوم. طب الهوم يا جماعه اللي احنا خدناه فيه، خدت ان انا ازاي اقدر ان انا اكتب راس الموضوع بتاعي، ان انا اكتب العنوان بتاعي. وانا بكتب العنوان قلت لك ان انت لازم اكل شيء دايما يكون موجود عندك، هتكتبه بنوع خط. اي نوع انت عايز تختاره اختار، لكن وانت بتختار نوع الخط اللي انا بكتب بيه، انا بختار نوع الخط من هنا قدامك اهو، تختار نوع الخط. طيب لازم بعد كده اجي الموضوع او المحتوى بتاعي يكون بخط تاني. شفت لما بوقف هنا الخط اتغير، طب لما بوقف هنا نوع الخط اتغير هنا اهو. خدت مع بعض، خدنا مع بعض برضو ان احنا ازاي نقدر نخلي الخط بتاعنا ده هو اللي هو نديلي بولد اللي انا هخليه النهارده اكبره شويه، او ان انا هبدا ان انا اغمقه. اتعلمت ازاي ان انا اخلي الخط بتاعي او الكلام اللي انا هبدا ان انا اكتبه ممكن يكون بالنسبه لي سنتر، او ممكن يكون بالنسبه لي زي ده كده اللي هو رايت، او ممكن ان انا اخليه بالنسبه لي كده ليفت، ان انا اخليه شمال. تمام، اتعلمنا مع بعض ان انا ازاي اقدر احط تحت الكلام خط بالشكل ده. اتعلمت المعادلة الكيميائية ابدأ ان انا ازاي اقدر استخدمها. اتعلمنا مع بعض المعادلة الرياضية واكتبها ازاي. خدنا برضو تاني ازاي الترقيم واقدر ان انا ارقم. كل الحاجات دي موجودة في الدرس الاول. يبقى الدرس الاول كان بالنسبه لي ان انا بشرح ان انا النهارده الخط ونوع الخط والفونت بتاعه، ان انا النهارده الفونت سايز بتاعه، ان انا النهارده اديله الحجم بتاعه قد ايه والالوان بتاعته والتنسيق بتاع الباراجراف بتاع اللي انا بكتبه. هو ده اللي هيكون مطلوب منك كسؤال. لو انا قلت لك ابدا اكتب لي مثلا راس الموضوع او العنوان بتاعي اعمله لي بخط، واكتب لي المحتوى التاني بخط، او ابدا النهارده اكتب لي جمل وابدا ان انت رقمها لي، او ابدا اعمل لي معادله كيميائيه او معادله رياضيه، يبقى انت ده كلاته انت عارفه وتبدا تشوفه في الدرس الاول موجود عندك. طيب هنشرح مع بعض ايه النهارده. انا كان عندي تابل هوم وشرحته، بعد كده هتيجي على حاجه اسمها انسرت. انسرت او ادراك لو انت شغال على الويندوز عربي، على الفيرجن اللي عندك عربي. طيب كل اللي انا محتاجه في انسرت هتعلم مع بعض حاجه. انا لما اجي ابص يا جماعه عندي في البار اللي تحت عندي اهوت اللي هو شريط الحاله، عندي انا عندي صفحه واحده اهو عندي في البيج ده، بيقول لي واحده صفحه واحده اللي موجوده عندك، وان اوف وان اللي موجود عندي. بعد كده بيديني عدد الكلمات اللي موجوده، انا عندي كام كلمه موجوده هنا في قلب الباراجراف اللي انا كاتبه او في الصفحه اللي انا كاتبها. بعد كده بيديني اللغه بتاعت اللي موجوده او اللي انا بستخدمها. انت بتستخدم عربي، بتستخدم انجليزي، اي لغه انت بتستخدمها ساعتها. طيب هيجي ينطلب منك يقول لك خلي لي عندك مثلا 3 صفحات او 4 صفحات. انا عندي اول حاجه في انسيرت يا جماعه، لو انا حابب ان انا اعمل مثلا، انا بعمل مذكره وجاي انا حالا عايز اعمل لها غلاف، انا ما بعرفش اصمم فوتوشوب وجيت ان انا عايز اعمله مثلا بالبرنامج الوورد، اول حاجه عندي ان انا بختار لها كفر اللي انا عايزه. لما اجي اضغط هنا على السهم اللي موجود بيديني اشكال كتير، الاشكال ديت انا ممكن اختار منها وابدا اعمل اللي انا عايزه، لكن انا دي مش مطلوبه منك خالص، لكن انا قلت اللي انا اقولها لك وتقدر انت تستخدمها. طيب دي هت اول حاجه. طب انت ايه اللي مطلوب منك في اول حاجه بالنسبه لك هنا في التاب ده؟ ايه اللي مطلوب منك؟ طيب اللي مطلوب مني ان انا ازاي اعرف ازود اكتر من الصفحه. لو انا جيت اتكيت هنا كليك شمال، هبص الاقي عندي هنا بدل واحد دهيت بقت 2، بقى موجود عندي كام صفحه؟ بقى موجود عندي هنا 3 صفح. ديت على فكره كل ما تضغط عليها تكتب 2 بتديك كام صفحه؟ صفحتين اتنين مع بعض، ديت بتديك صفحه واحده، فبدا عندي هنا 4 صفحات موجودين.
طب لو انت عملت حاجه غلط وعايز ترجع من ده كله، عندك طبعا اختصار كنترول زد، اقدر ارجع عندك عن كل حاجه انا ضفتها، لان في حاجه اقولها لك برضو. لما تيجي تضيف صفحه اكتر من صفحه وانت موجود، بتيجي يا جماعه في حته فاضيه كده الاول، بتيجي في مكان فاضي وتبدا ان انت تضيف الصفحات، هتضغط هنا هيجي عندك وانت في قلب السكشن او انت في قلب الامتحان بتاعي هيقول لك ضيف لي 3 صفحات، هتبدا تتك واحد، تبص عندك بقى هنا بقوا 2، تتك كمان مره بقوا عندك 3، انا ضفت هنا كام صفحه؟ 3 صفحات. يبقى انا عرفت ان اول حاجه عندي انا بعمل فيها ايه، ان انا عندي النهارده التاب اللي مخصص عندي هنا بالصفحات، النهارده عندي البيج اللي هو بيقول لي انت عندك كام صفحه موجودين، فانا ضفت 3 صفحات مثلا اهو. بعد كده عندي حاجه ان انا لو حابب ان انا اعمل مقارنه في الشغل بتاعي، باجي على التيبل دوت وان انا عايز اختار مثلا، باجي في مكان فاضي الاول، باجي في مكان فاضي كده وابدا ان انا يبقى تاني. اول حاجه عشان تبقى انت عارف هتختار معايا الصفحات، ان انا النهارده زودت كذا صفحه موجوده عندي. طب بعد ما زودت عدد الصفحات، بعد كده ممكن يجي في الامتحان ويقول لك والله اعمل لي جدول ويكون فيه مقارنه مثلا بين شخصين او بين اي حاجه موجوده عندك. هبدا اقف في مكان فاضي تمام، وهبدا مثلا هاخد مقارنه، مثلا هيقول لك اعمل لي مثلا 2 في 2، او خليه لي مثلا 3 مثلا في 2. فاعرف ان انت دايما انت بتختار الافق الاول وبعد كده بتختار الايه الراس. فانا مثلا هختار مثلا خدته مثلا 2 في 2 مثلا، فانت بتختار الـ2 في 2 وتضغط عليهم كده، فبقوا موجودين عندك، ابدا اعمل فيهم المقارنه. اي حاجه انت بتختارها دايما هتلاقي يفتح معاك ادوات ليه، يعني انا هنا عندي في التوبل بقى عندي تولز هنا الادوات بتاعتها، ان انا اقدر اختار منها ايه اكتر من شكل. اول ما اضغط هنا على السهم عندي بيتظهر لي اشكال كتير جدا اقدر ان انا استخدمها، بيكون البرنامج مجهزها لي، لكن انا مش محتاج الحاجات دي كلها خالص بالنسبه لي. طيب هبدا ارجع هنا تاني، فانا عندي ضفت، لو انا حابب الجداول ضفت جدولين اتنين عندي، وحابب ان انا اعمل مقارنه مثلا بين اي حاجه، اي اسم انت عايزه، عملنا جدول وبنعمل مقارنه بين اي شيء. انت هنطلب منك ان انت تعمل جداول لحاجات كتير جدا. طيب هتخلي بالك من حاجه كويسه جدا قوي، انت هنطلب منك ان انت تبدا تنسق الحاجات اللي موجوده دي، زي ما احنا اتكلمنا في اول درس يا جماعه وقلنا الكليشيه دايما عشان ابدا انسق اي حاجه لازم ان انا احددها، فمن غير ما احدد اي شغل بالنسبه لي مفيش اي تنسيق ولا اي حاجه هتحصل خالص ولا اي حاجه تبقى موجوده. طيب التنسيق ده احنا اتكلمنا عنه في الدرس الاول، فهبدا احدده كده وابدا هنا على الهوم، وهاجي ان انا هختاره مثلا سنتر فيجي بالشكل ده، ونفس النظام هنا واجي اختاره سنتر، اختار ده مثلا رايت، اختار ده مثلا رايت. تعرفنا تاني حاجه ان انا اعرف ازاي التيبل اللي بالنسبه لي ان انا اقدر النهارده اختار جدول كده، دي مفهومه. فانا اخترت الجدول بالنسبه لي. طب لو انا حبيت الجدول ده ان انا انسقه، انسق الجدول ده ازاي؟ مجرد ان انا هقف على الجدول ذات نفسه، هقف على الجدول خلاص هيبدا يظهر معايا حاجات كتير، او ان انا اجي هنا على التيبل ذات نفسه ابدا ان انا اضيف له حاجات كتير وامكانيات كتير. لو انا حابب ان انا ارسم جدول، ده بالنسبه لي ان انا لو حابب ان انا ارسم فيه حاجه زياده وحابب ان انا ازود اي حاجه تانية، لو انا مثلا حابب ان انا ازود اي حاجه موجوده في قلب الجدول اقدر ان انا ازودها واقدر اعمل في كل شيء انا محتاجه. تمام كده. ده بالنسبه لايه؟ التيبل بالنسبه لي، عشان لو جالك وقال لك اعمل لي جدول اي عدد هيجي لك خلي بالك وانت شغال عليه. طيب
لو انا حابب ان انا اضيف صورة مثلا معينة، فجيت مثلا هنا وطلب مني ان اضيف صورة، وانت بتكتب البحث بتاعك او انت بتعمل اي شغل، او انا مثلا عايز اجيب اي صورة تكون بتعبر عن الشغل اللي انا شغال فيه، لو انا بتكلم عن الفلسفة عاوز اجيب صورة فيلسوف وان انا احطها، فهبدأ هنا عندي على البيكتشر، مجرد ان انا هضغط على البيكتشر هنا هيبدأ هيفتح لي نافذة بالنسبة لي، وهيقول لي انت عايزني ان انا اختار لك الصوره اللي موجوده دي عندي منين. هو دايما بيفتح لك على كلمه بيكتشر على طول، وانت عارف قلب الامتحان طبعا انت ما انتش هتلاقي، ممكن ما تلاقيش صور خالص. طب لو انا ما لقيتش صور، انا ممكن اختار مثلا صوره مثلا من على الديسك توب، باجي اختار دي مثلا من اي مكان انا عايز اختاره. طيب لو انت اساسا ما لقيتش صور هتعمل ايه بقى؟ انا الصوره جت انضافت عندي هنا، انضافت عندي هنا ليه؟ لان انا كنت واقف في المكان ده. طب هل انا عايزها في المكان ده؟ لا طبعا، هاخد الصوره وهبدا ان انا هسحبها واطلع لفوق كده واحط الصوره مثلا هنا. طب لو انت عشان ما تعملش كده بتعمل ايه؟ اي حاجه زي احنا اتفقنا مع بعض اكل شيء دايما، اي حاجه انت هتضيفها جديده عندك في برنامج الوورد هتلاقي التولز بتاعها او الادوات بتاعتها تفتح معاك، هشوفها فين هلاقيها ظاهره عندي فوق. خلي بالك عندك دايما في الشريط اللي موجود فوق، البال اللي موجود عندي فوق ده خلي بالي منه. مجرد ما هاجي هنا انا عندي هنا عندي في البوزيشن هنا يا جماعه اقدر ان انا اختار منها اللي انا محتاجه كله. ان انا مثلا ممكن اخلي الصوره بتاعتي مثلا موجوده ليفت، ممكن ان انا اخليها موجوده سنتر، ممكن ان انا اخليها موجوده رايت زي ما انا عايز، عايز اخليها في النص، عايز اخليها يمين شمال تحت فوق، انت ليك كل الحريه تعملها زي ما انت عايز، لكن دايما خليها دايما موجوده بالنسبه لك وانت بتكتب البحث تبقى موجوده عندك فين؟ في الشمال دايما. فهنا بتك فبتك هنا فبتوصل لي هنا. طيب حبيت ان انا ارفعها فوق او ان انا اكبر الصوره ديت، فممكن ان انا ارفعها كده اخليها كده بالظبط، ممكن اضيف عليها تاثير زي ما انا عايز، اي ستايل، وانا اضغط على السهم هنا فبيديني اشكال كتير اقدر اختار اللي انا ايه اللي انا عايزه بالظبط ليه. تمام، فانا ممكن اختار ده مثلا، فده بالنسبه لي ايه بيكتشر. طب لو انا ما عنديش صوره، انا كده اخترت الصوره اهوت وعرفت ان انا ازاي هنسقها، مجرد ما اختار الصوره بالنسبه لي من بيكتشر من اي مكان موجود عندي، وازاي مجرد ما انا هضغط عليها هلاقي عندي فوق التولز، هبدا ان انا هخلي المكان بتاعها عشان لو بدات ظهرت لي مثلا هنا وما بقيتش عارف ان انا هعمل فيها ايه ولا اوديها فين، زي ما قلت لك هتيجي عندي في البوزيشن ان هو بيديك خيارات ان انا اقدر ان انا احطها في المكان اللي انا عايزه. تمام كده وصلت الحمد لله. طيب هنيجي نرجع تاني هنا انسرت، او عشان انت تقفل دي خالص هتيجي تقفل هنا في مكان فاضي، تضغط هنا كليك هنا في مكان فاضي هتبدا تقفل معاه مش هتبقى موجود. طب لو انت بتقول لي انا ما لقيتش الصوره ديت او الجهاز اللي انا قاعد عليه ما لقيتش عليه الصوره، هتيجي نهوت على كاب ارت نهوت تضغط عليه، مجرد ما انا هضغط عليها هنا هيبقى يفتح لي دي، انت اضغط على جوه على طول ما تكتبش اي حاجه، هيبدا يطلع لك كل الصور اللي موجوده عندك على الجهاز اللي عندك ده. مجرد ان انا هضغط بشوف انا كنت واقف هنا، كنت واقف مثلا جيت وقفت هنا اهوت، خلاص الصوره بتاعتي هتيجي هنا في المكان ده. خلي بالك على طول دايما اكل شيء كده، قبل ما اضيف الصوره ابقى بديها المكان انت هتتحط فين بالنسبه لي، فما اسيبش العمليه ان هي ايه رايحه مني خالص. فانا اخترت مثلا الصوره دي، مجرد ان انا بضغط عليها بتظهر معايا، شفت ظهري فين؟ في المكان اللي انا حددته لها بالظبط. مجرد ما انا فتحت الصوره برضك اداني نفس الخيارات برضك، الادوات بتاعتها والتولز ابدا ان انا اتحكم فيها هنا. ممكن ان انا يا جماعه برضك ان انا لو عايز اخلي هنا الاطار بتاعي ممكن ان انا الونه برضك زي ما انا عايز، اختار له اللون اللي انا عايزه برضو، بس انا عايز اطار الصوره مثلا احمر مثلا، فاجي ابص على الاطار بتاعها احمر موجود بالنسبه لي اهو خلاص، لكن الصوره ديت انا مش محتاجها. لكن عرفت ان انا لو ما لقيتش صوره هعمل ايه؟ وانت عارف على الامتحان اقول لك والله حط لي صوره موجوده عندك فوق كانك بتكتب بحث او حاجه، فانا هاجي ما لقيتش صوره هنا من بيكتشر ودورت على سطح المكتب او في الصور وما لقيتش، يبقى انا عرفت اجيب صوره منين؟ كاب ارت على طول، مجرد ما هتضغط جوه هيبدا يظهر لي الصور دي كلها واختار اللي انا عايزه او انا محتاجه منها. طيب انا مش عايز الصوره ديت، هاجي عليها كده اهوت كليك يمين واقول له قط او اقول له ديليت اي حاجه، هاجي اضغط اكس هنا واقفل دي خالص. طيب ده احنا عرفنا اول حاجه اضيف صفحات ازاي، فانا ضفت
بقى عندي هنا صفحتين اتنين خلاص، لو انا عايز اضيف تلاتة عايز اضيف اربعة فبضغط هنا بيضاف معايا، لكن وانا بضيف اجي في مكان فاضي كده خالص يا جماعة بعيد عن الشغل بتاعي وابدأ ان انا اضيف اللي انا ايه اللي انا عايزه، فبينضاف معايا الصور الصفحات اللي انا عايزها. عرفت ان انا النهارده لو حابب ان انا اضيف جدول هضيف الجدول ازاي عندي واضيفه منين وازاي ابدا انسق الجدول بتاعي او انسق الكلمات الموجوده فيه. طيب ازاي عرفت ان انا هختار صوره؟ عرفت انا ازاي اقدر اختار الصوره واحطها في المكان اللي انا عايزه، ولو انا ما لقيتش صوره هعمل ايه؟ طيب خامس حاجه معانا النهارده في الدرس ده ان انا النهارده لو موجود حبيت ان انا مثلا احط العنوان ده مثلا وانا بكتب المذكره بتاعتي او بكتب اي حاجه انا احطها في شكل مثلا احطها عندي في مربع في مستطيل في سهم حاجه يا جماعه على الشيبس، وطبعا احنا بطلنا اكل شيبسي من يوم ما الشيبس غالي بقى ب 6 جنيه، هناكل تايجر بعد كده. المهم هنيجي على الشيبس يا جماعه وما تسيبوهوش يعني لا يبوظ منكم، هنيجي على الشيبس كده وهتختار اي حاجه انت عايزها، اي حاجه انت بتيجي تختارها مجرد ان انت تضغط كليك شمال عليها هتلاقي بقى عندك هنا بقى سهم، بقى عندك هنا علامه الزائد بقت موجوده عندك، ما عادش عندي السهم اللي كان موجود. ركز معايا تاني، شوف مجرد ما اضغط عليها تاني هنا اتشال من عليها العمل اللي كانت موجوده، فبدات ان هي عندي تاني ايه علامه المسطره اللي هي بتبقى موجوده عشان الكتابه او السهم اللي كان موجود. طب لما اجي عليها تاني واضغط هنا انا اخترت مثلا مستطيل فجي معايا الزائد اللي موجود، هاجي برضو في مكان فاضي يا جماعه والمكان اللي انا عايز اختاره وهبدا ان انا هسحب كده، هضغط بصابعي على كليك شمال وابدا اسحب، انا عايز المستطيل ده كبير ولا عايزه صغير ولا عايزه بعرض الشاشه ولا انا عايزه قد ايه بالظبط، انا بتحكم في ده كله. تمام، مثلا انا عايزه بالحجم ده كده هيبدا يظهر معايا، هيظهر لي زي ما قلنا طبعا اكله شيب احفظوها بقى، هتلاقي عندك ادوات لكل حاجه، اي حاجه انت هتضيفها هيضيف لك الادوات بتاعتها، التولز بتاعها انت تختار دايما اللي عايز مثلا المربع ده او المستطيل اللي موجود عندي، عايز الخلفيه بتاعته تكون موجوده ايه او الدير بتاعه يبقى موجود ايه، اي حاجه انت تختار هتلاقي عندك برضو ستايلات موجوده برضو جاهزه تقدر تختار منها اللي انت عايزه. طيب انا اخترت المستطيل او اخترت المربع او اخترت السهم او اخترت اي شكل انا اخترته، طب عشان ان انا اضيف النص فيه لو انت موجود على الاوفيس 2007 او 2003 او اي اصدار من الاصدارات القديمه هيقول لك والله لازم تعمل معايا كليك يمين تيجي كده في قلب المربع تقف فيه وتيجي تقول له اد تكست على طول، كليك يمين وتقول له اد تكست هيبدا يفعل معايا النهارده ايه فعل معايا النص ان انا هكتب فيه اللي انا عايزه، مثلا هقول له ما هو المنطق، محدش يقول لي اللي انت اللي هي تقع ما تحط منطق دي. تمام، طيب هنبدا نكتبها، هنبدا ضفنا الايه النص زي ما احنا عايزين، زي ما احنا قلنا برضو ميل هوم هبدا ان انا اظبط الخط بتاعي وابدا ان انا انسقه واعمل فيه اللي انا عايزه كله، كبره اعمل كل حاجه موجوده فيه. طيب لو انت موجود اصلا اللي بيشتغل على الوورد 2013 او اي اصدار من اصدارات الجديده كلها مش هتلاقي عندك التكست دي، مش هتحتاجها، انت هتلاقيها موجوده عندك في الخيارات اه، لكن انا مش محتاج اي حاجه من دي خالص، مجرد ما بضغط في المربع او المستطيل اللي بضيفه ببدا اكتب فيه على طول، مش محتاج ان انا افعل خيار التكست بالنسبه لي. طيب نرجع تاني، يبقى احنا فهمت انا مش شيبسي بعمل ايه، الشيبسي ده الاشكال يعني مش اللي بتاكل، فبختار من الشيبس ده الحاجه المربع او المستطيل او الشكل اللي انا محتاجه في قلب العمل بتاعي والشغل بتاعي. يعني انت ممكن يجي في الامتحان يقول لك والله اختار لي مستطيل او اختار لي مربع او اكتب لي فيه الحاجه اللي موجوده دي، او طبعا الشغل اللي كان مطلوب منكم في الوورد اللي انت هتقدموه المفروض كل شيء انت اتعلمته وخدته في الوورد اللي انت تحطه في الدرس اللي انت كنت محضره وورد. عرفنا بنختار الشكل ازاي، ممكن نختار اي شكل تاني برضو، ان انا لو اخترت مثلا الشكل ده كده مجرد ان انا بضغط عليه كده بيطلع معايا ايه الزائد برضو هو موجود عندي، ببدا ان انا مثلا اكبره اصغره اعمل فيه اي حاجه انا عايز، وزي ما قلنا بتيجي برضو كليك يمين واتكست برضو خلاص بقينا ايه عارفينها. هو
خلاص، لكن انا ده مش محتاجه، فاضغط ديليت وهاجي هنا على ده كده واقول له قط، مش محتاجك خالص. فاحنا عرفنا في درس النهارده ازاي اقدر اضيف صفحه، ازاي ان انا اقدر اعمل النهارده جدول بالنسبه لي واعمل مقارنه بين اي شيء، انا ازاي اقدر اضيف صوره، لو الصوره عندي مش موجوده اقدر اعمل ايه، ولا هي صوره ضايعه على الجهاز، ازاي انا اقدر اضيف اي شكل بالنسبه لي، مربع، مستطيل، اي حاجه انا عايز اضيفها، اضيفها ازاي من الشيبس، احفظها شيبس على طول. خلاص، طبعا السمارت ارت بالنسبه لي او الاشكال الذكيه او اي حاجه من دي احنا لسه ما خدناهاش، او مش مطالبه منك او مش هتنطلب منك خالص، لكن دي تستخدم اصلا في ايه بقى، ان انا لو عندي معادله كيميائيه حبيت ان انا استخدمها فهم بيستخدموها اكتر يعني، لكن هي مش مطلوبه منك. وطبعا عشان لو حد عايز يعرف بيشتغل ازاي برضو سهله جدا، باجي اختار اي حاجه من اللي انا عايزها، حبيت ان انا اختار مثلا الشكل ده كده فبقول له اوكي، ده بينزل لوحده. التكست هنا يا جماعه مجرد ما انا هضغط فيه هيبدا يفعل لي خيار حاجه موجوده جنبه، فابدا اكتب اللي انا عايز اكتبه، كل واحده بكتب فيه اللي انا عايزه كله خلاص، لكن هي مش مطلوبه منك خالص، انا مش محتاجها، فاعملها ديليت. تمام، طيب نرجع تاني، يبقى احنا ايه بقى المطلوب منك تاني في انسيرت؟ اتعلمنا مع بعض ازاي نضيف صفحه، ازاي نضيف جدول، ازاي نضيف صوره، زي انا حبيت اضيف مربع، مستطيل، مثلث، اي شكل هيساعدني في الشغل او في العمل اللي انا بستخدمه. ازاي ان انا بقى ابدا اضيف هيدر او فوتر او بيجي نمبر؟ ان انا النهارده لو انا بكتب مذكره عندي او كتاب، انا النهارده الكتاب ده عندي انا عايز له النهارده صفحه، اعملها ازاي؟ بيبقى موجود شكل كده مثلا عندي زي عامل شكشك مكان بيقول قال لك وحش الكيمياء موجود، فانا عايز اكتب من فوق وحش الكيمياء. مجرد يا جماعه ان انت بتيجي من انسرت بتختار هيدر، او مجرد اختار هيدر بلاقي دي عندي اتفعلت كده وبيديني خيارات، بيقول لي والله هو انت عايز الخيار ده ولا انت عايز ده ولا عايز ده. طبعا في ناس ممكن تختار اكتر مكان الخيار يعني عادي، اختار اللي انت عايزينه. انا هاجي مثلا اختار له اول واحد ده واقول له والله وحش كيمياء. تمام، وابدا انسقها زي ما انا عايز، اكبرها مثلا كده، اخليها مثلا سنتر، فابدا كتبتها. طب انا كتبت ديت وخلصتها خالص، هاجي فوق هنا كده عندي هيدر، عندي فوتر هنا برضو مديني التولز برضو، احنا قلنا خلاص يا هكلاشي بالنسبه لنا، اي حاجه انا بستخدمها او بكتبها جديده هو بيطلع لي ادوات ليه. عايز ان انا اقفل دهيات خالص، هعمل حاجتين اتنين، اما هاجي في مكان فاضي واضغط اتنين كليك، او انا هاجي ان هو تعالى كلوز واقول له والله كلوز اقفلها لي خالص. طيب لو انت قاعد في قلب الامتحان وانت عايز تنجز بسرعه، او انت ما انتش عارف اقول لك اعمل لي هيدر وفوتر، وانت ما انتش عارف انا هخش منين ولا اجيب هيدر ولا فوتر ولا اي حاجه من دي، طب هتعمل ايه؟ هتيجي فوق خالص كده اهوت على راس الصفحه من هنا كده، وتقوم جاي ضاغط اتنين كليك هتلف عليك معاك. طب وتحت كنفس النظام برضو هتلف عليك معاك برضو، تنزل كده تحت برضك اتنين كليك برضك هنا من الاخر خالص لف عليك معاك. لكن انت مش هتستخدم الطريقه ديت في حته، في حاجه واحده اللي هي ايه بقى، ان انا النهارده لما اجي اكتب الفوتر، لما اجي اعمل لي فوتر وبيجي نمبر مع بعض، هتيجي على طول دايركت كده تسيب الفوتر ده هو وتيجي على البيجي نمبر كده هو. هتختارها امتى؟ في حاجه واحده، لما انت تختار البيجي نمبر بتاعك ان انا عايزه بوتوم، انا مش عايزه توب، انا مش عايزه فوق، انا عايز الرقم بتاعي في الكتاب يكون تحت، فهاجي والله اقول له والله انا عايز البوتوم تحت كده اهو. تمام، وهاجي اختار اي شكل، فانت عندك هنا الاشكال كتير موجوده اهيت، عايز انت الرقم هنا يمين، عايزه سنتر، عنده زولفت، عايزه في اي مكان انت عايزه ان شاء الله جنب العفريت، اختاره زي ما انت عايز. تمام، لكن انا بفضل دايما ان انت تختار مثلا فين، هنا كده، فانا مثلا اخترت الشكل ده كده، هاجي اقوم جاي جنب الرقم واكتب له مثلا هنا تحت اشراف
واخد مثلا واكتب الاسم اللي انت عايزه، واجي والله تكتب اسمك بقى، تكتب رقم تليفونك، تكتب اللي انت عايزه، اكتبه زي ما انت عايز. مجرد ما انا هضغط برضو هنا كلوز، او هاجي هنا مثلا 2 كليك فيبدأ يقفل معايا. بقى موجود عندي هنا الفوتر موجود، وعندي هنا رقم 1. احنا كنا مختارين كام صفحة يا جماعة في البيدج تحت؟ صفحتين 2. مجرد ما هنزل تحت كده، بص عندي الهيدر اتفعل ازاي في كل صفحة. بقى عندي وحش الكيمياء اهوت، وعندي تحت اشراف، وهنا بقى عندي رقم 2. فانت بتكتب اللي انت عايزه كله. خلاص عرفنا نعمل الفوتر والبيدج نمبر مع بعض ازاي، لان دي هتبقى مطلوبة منك. طيب هو ده بالنسبة لي اللي انت هتكون محتاجه في الامتحان، او الاساسيات اللي انت هتبدأ عليها بعد كده. تشوف انت هتحترف في الوورد ازاي، وان شاء الله باذن الله هنزل لكم دوره فيها كل شيء موجود عن الوورد من الف للياء. لكن احنا اللي بنشرحه النهارده ان انت ازاي الحاجه اللي هتجيلك في الامتحان، او كانت في السكشن بتاعك، او انت ما حضرتش، او انت ما جيتش، او انت مش فاهم فيها حاجه. طيب هنعيد تاني اللي احنا قلناه كله النهارده. في انسيرت كل اللي كان مطلوب منك، ان انت النهارده تعرف ازاي تضيف لصفحه. فانت بتيجي هنا كده اهوت وتقول لي والله انا بضيف الصفحه من هنا. خلاص عرفت منين؟ فاجي على البيدج على طول. بعرف منين؟ ان انا باجي ابص تحت هنا، انا جاي موجود هنا، انا موجود حام في صفحه 2 اهو، 2 اوف 2 اهو. مجرد انا اجي هنا فابص اضغط هنا، بلاقي بقت 3 عندي، عندي 3 صفحات وهكذا. فدي في اللي انا عايزه كله. حبيت ان انا هضيف جدول، عرفت ان انا باجي هنا هكتبه هنا وابدا ان انا اضيف جدول زي ما انا عايز. قال لك انت عايز الجدول ده بقى في الاعداد اللي الدكتوره هتقول لك ساعتها، وزي ما انت عايز تعمل، عايزه 2 في 2، 2 في 3، في 4، في 5، في 10، في 20، انت حر تضيفه زي ما تضيفه. تمام. فده الجدول بالنسبه لك. حبيت ان انت تضيف صوره، قلت لك ضيف لي صوره في قلب الشغل الموجود عندك، هتضيفه بالطريقه دي. ان انا باجي هنا على بيكتشر وبضيف الصوره، ما لقيتش صوره خالص، عرفت ان انا هجيبها منين؟ كيب ارت هنا وابدا ادور عليه. طبعا الشيبس زي ما انا قلت لك بتختار منه اللي انت عايزه كله، اي شكل انت عايز تضيفه. فبتضيف المربع مستطيل للشغل بتاعك. اتكلمنا برضو كنا ان انا ازاي اعمل هيدر او اعمل فوتر. ان انا عملت الهيدر بتاعي هو بكتب في اي حاجه زي ما انا عايزها بقى، وحش الكيمياء، اسمك، اسم مذكرتك، اسم كتابك، اسم اي حاجه. اتفقنا قلنا الكلاشيه هيبقى موجود معايا دايما على طول، اي حاجه انا هفتحها هتلاقي معاها تولز او ادوات. الادوات يا جماعه بتبقى ظاهره معانا ديت على طول، بيبقى هدفها حاجه واحده، ان انا بنسق الشغل بتاعي. ان انا النهارده اقدر اخلي الحاجه زي ما احنا مثلا في الصوره، ان انا اوديها يمين اوديها شمال، اخلي لها لون، اعمل لها خلفيه. هي مجرد ادوات او مجرد تاثيرات بتبقى موجوده عشان الشغل اللي انا بعمله. قلنا بنقفل دي ازاي؟ لان ممكن الدكتوره تقول لك الحاجه دي خلاها مش متفعله عندك، ان انا مجرد اطلع منها واتنين كليك في مكان فاضي بتبدا اي حاجه عندي هنا بتختفي. خلاص اتعلمنا ازاي ان احط الفوتر برضو او البيجي نمبر الاتنين موجودين مع بعض. تمام. كنفس النظام، انت لو انطلب منك بيجي نمبر لوحده بس هتيجي تختاره زي ما انت عايز في اي مكان. لو انا خدته مثلا بطن زي ما قلت لك كده، واخترت رقم مثلا ده كده، فبيبدا يفعل لوحده، فمبقاش موجود اصلا في فوتر ولا اي حاجه. فوتر اللي انا باجي بكتب اللي انا عايزه. تمام. يبقى ده كل المطلوب منك فين؟ في insert. طبعا في بعض الخصائص اللي موجودة لكن مش مطلوبة مننا، ومش مطلوبة منك في الامتحان، او مش هتسأل عنها اصلا في اي حاجة موجودة خالص. يا رب اكون قدرت ان انا اوصل لك معلومة مفيدة. ولو محدش فاهم حاجة يا جماعة يعني في كومنت، واللي مش فاهم ده عيب مني ان انا ما قدرتش اوصله المعلومة لاي حاجة. وطبعا مش هقول لك اعمل لايك ولا اعمل اشتراك في القناة ولا الاسلوب الرخيص خالص ده بتاع الناس اللي بتطلب ده، ابدا ابدا عمري ما اطلبها منك. لكن هضطر ان انا اقول لك اعمل لايك طبعا، واعمل اشتراك للقناة
مش علشان القناة خالص ولا أي حاجة من دي، لكن أنت بتعملها علشان إن أنت النهاردة عامل شير وعامل لايك وعامل اشتراك للقناة، لأنها توصل لأكتر عدد موجود عندك. لأن ممكن نكون أنت فاهم وأنا فاهم، لكن في ناس تانية مش فاهمة، وده مهوش عيب منهم، لكن مش كلنا اتولدنا إن إحنا عارفين كل حاجة خالص. فكل إنسان لسه بيتعلم وما زلنا بنتعلم لحد دلوقتي. فما تبخلش على غيرك واعمل شير ولايك واشترك للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.